حلقة جديدة نرحب فيكم فيها إن شاء الله. سعد شباب نمسي عليكم بالخير وأكيد نقول لكم إن شاء الله يوم جميل. مساء الخير يا لمير. مساء النور على اكتراد، مساء النور على كل اللي يتابعونا في بداية هذه الحلقة الجميلة، وإن شاء الله يا رب تستمتعوا معنا اليوم. اليوم إن شاء الله عندنا كثير من الأخبار والأفكار، ودائما بنجيب سؤال في يوم سابق عشان نعرف آراءكم وأفكاركم واقتراحاتكم على هذا الموضوع ونبثها على الهواء. لكن اليوم أيضا عندنا كثير من الـ الأحداث اللي حصلت، وأبرزها يا لمياء اللي ما يدري عنها. أكيد طبعا راح نقول كل الأحداث، لكن نروح لأبرز هذه العناوين ونرجع لكم. في ساعات شباب اليوم، السعوديون إلى كأس العالم بعد ملحمة بطولية، سر إقبال الشباب والفتيات على مهنة الإعلام، العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر، كاميرات تساعدك في رؤية ما بداخل جسمك، تزايد اهتمام الشباب بجمالهم والعناية بالبشرة موضوع اليوم. ولكن إلى أهم الأحداث، وأمس حدث يعني لا ينسى وقد يظل في ذاكرة التاريخ إلى الأبد، وتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم في موسكو 2018، ورفع تبريكات أيضا لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد وللشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية بشكل عام. كثير من الناس الفرحة كانت عامة أمس. أكيد طبعا تراد، بس بسألك شفت المباراة أمس ولا لا؟ والله ما لحقت أشوفها، كان عندي أشغال. طب أنا شفتها وراح أحلل اليوم رياضيا، ولكن قبل ما أتكلم نشكر متجر متعة الورد على الورد الجميل اللي جايبين لنا إياه اليوم على استوديو الاحتفال بالمنتخب. وحقيقة كانت أمس أجواء جدا جميلة وأجواء سعيدة وفيها الكثير من الفرح، وهذا الحدث يؤرخ. أوه يا الأخضر. من هذه الأجواء الجميلة اللي عشناها أمس وإلى الآن عايشينها وراح تستمر بإذن الله، كثير من أيضا المقاطع اللي بنشوفها على اللاين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. إيش رأيك لمي؟ إيش أكثر شيء لفت انتباهك مؤخرا؟ والله في كثير من المقاطع اللي داولوها كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في البعض اللي بنحاول دائما نظهرها على وسائل الإعلام واللي كثير ما بيشوفوها الناس، ولكن تأثر فينا الكثير لدرجة أنها ممكن تترك بصمة في قلوبنا. طبعا صحيح. الطفل الرضيع اللي أثر في قلوب الكثير بأمر بسيط جدا، هذا الطفل اللي يعني عنده حالة صحية خاصة. نبغى نشوف الفيديو أولا كيف ساعد أخوه الرضيع الآخر، ونرجع لكم من جديد. يوضع سره في أضعف خلقه. أكيد طبعا، وإذا قلنا شيء في هذا الفيديو ما راح نقول غير أن الإعاقة هي إعاقة الفكر وليست إعاقة الخلق أبدا. صحيح، وهذا يعني إحنا في الأخير نحاول نستشف، كل واحد يشوف بطريقة حياته إيش اللي مثلا يمس من ناحية إنسانية، طبعا إيش اللي يمس من مواقف حياته، إيش اللي يحس أنه هو لازم يغير من حياته. أمس على فكرة موقف أنا مخرجت من الحلقة، كثير ناس كلموني على هذا الموضوع، أنه أحمد وملك اللي كانوا معنا وراحوا الحج، يعني كان من أكثر اللقاءات مميزة بالنسبة لي صراحة. صحيح. في الحديث وفي الأخذ والعطاء وفي نقل مشاعرهم وهم في الحج، هذه من الأمور الإنسانية أيضا اللي عشان كذا تراد لو تفتكر أمس ما سألتهم عن المشاعر، أو دائما بنقول لهم أنه الصور أو الفيديوهات ما بتنقل لنا الحدث بتفاصيله مثل ما بنكون موجودين في نفس الحدث، عشان كذا هذول الأشخاص بينقلون لنا المشاعر وبينقلون لنا كل شيء جميل. وماني عارفة إيش فيك اليوم يا تراد. بالعكس اليوم إيش هي؟ إيش في إنه إيش؟ إيش فيك اليوم؟ أحس كذا مو متحمس كثير. أنا ما متحمس، أنا بحاول أمسك حماسي عشان لا أطلع أوفر على الكاميرا، هذا أكثر لا شيء. لا أنا اللي خايفة منه اليوم إنك تعصب، لأنه مواضيع حقيقي فيها جدل كثير من الجدل. بالعكس موضوع اليوم أنا أقول لك حاجة، بالعكس ما يدي العصبية أكثر مما إنه يخليك يعني تفكري أكثر إيش وضعنا في الإعلام، من ناحية الإعلام إيش هو؟ طيب طيب حلو، مشاهدينا مكملين بفقراتنا اليوم والكثير من الفقرات مثل ما شفنا في بداية الحلقة أهم وأبرز عناويننا لهذا اليوم. حنطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. المفروض من أول فاصل ولا كيف؟